السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا كله عمال يقول لي النهارده الجمعه، فين المالتي ميتر؟ فين المالتي ميتر؟ عايزين نبعت لك العنوان عشان تبعت لنا المالتي ميتر. والله يا جماعه للاسف جدا ان النهارده مش عارف الكمبيوتر، كنت بصور فيديو والكمبيوتر مره واحده السيستم وقع والهارد ديسك مش عايز يفتح. طبعا حاجه صدفه غير متوقعه بالمره، وبس انا عارف مين السبب. في واحد دخل كتب لي تعليق: يا خسارة ما لحقتش. هو قال لي يا خسارة ما لحقتش والكمبيوتر ضرب من هنا. يا عمي والله كنت هدخلك في الصحف، والمصحف كنت هدخلك في الصحف. انا كنت مستني اليوم يخلص علشان اعمل الصحف اخر اليوم واعمل الفيديو في اخر اليوم، لكن للاسف السيستم ضرب. وربنا يستر، ربنا يستر ما يكونش الهارد ديسك هو اللي ضرب، عشان عليه معلومات كتير جدا وعليه فيديوهات متصوره لسه هتدخل مونتاج، هتبقى ضاعت كل الداتا دي، ما عنديش منها باك اب. فالله يستر على الهارد ديسك، ويا رب يكون السيستم بس هو اللي وقع. وان شاء الله بكره ماكسيمم، بعد بكره بكتير، هكون صلحت الكمبيوتر وهنعمل السحب. طبعا انا مش عايز اعمل الموضوع ده من كمبيوتر البيت، انا كنت ناوي ان انا اعمل لايف علشان يبقى السحب قدام الناس كلها ويبقى فيه شفافيه، ما يبقاش فيه ايه ان انا كسبته لحد من معارفي. طبعا لو حد كسبه من معارفي انا دي حاجه ما اقدرش ان انا اعمل عليها كنترول، هو برنامج وبيختار عشوائي، وانا فعلا اتمنى ان اللي يكسبه يكون حد انا ما اعرفوش عشان ما حدش يجي في دماغه نظريه المؤامره والحاجات دي. انا بتمنى لكم كلكم التوفيق، وان شاء الله بوعدكم في خلال يومين ماكسيمم، يومين، ممكن بكره ممكن بعده، هيكون السحب معمول وجاهز ونازل على القناه وعلى الفيسبوك. فانتوا عندكم فرصه يومين للي حابب يروح على فيديو المالتيميتر، يكتب كومنت ويعمل سبسكرايب ويعمل شير للفيديو، وان شاء الله يكون فائز بالمالتيميتر. بشكركم جدا، تصبحوا على خير، مع السلامه.